السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب الارباب ومسبب الاسباب غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم. أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَزَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَذَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله اللہ رب العالمين دا جتنا بھی شکر ادا کریے تھوڑے. جس رب العالمين نے نماز عشاء با جماعت ادا کرن دی توفیق عطا فرمائی. الحمد لله جامعہ مسجد محمدی اہل حدیث دی اندر تبلیغی و اصلاحی 25ویں سالانہ عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس جس دا آغاز اسی انشاءاللہ اللہ رب العزت دی پاک اور لاریب کتاب تو کرانگے. تلاوت قرآن پاک واسطے اسی اپنی اس مسجد دے امام اس مسجد دے مدرس ساڈے محترم و مکرم حضرت مولانا قاری محمد قاسم میر محمدی حافظہ اللہ تعالی متعن اللہ بطول حیاتہ انہاں نوں دعوت دیاں گے اوان اور اپنی خوبصورت اور پیاری آواز دے اندر سانو اللہ دا قرآن سنان اور ساڈے دلاں نوں قرآن نوں حدیث دی روشنی نال منور کرن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين.
بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى